السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج طبيب على الهواء. زي ما تعودنا دايما احنا بنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحة، وايمانا بمبدأنا ان الوقاية خير من العلاج، بيشرفنا وسعدنا النهاردة ان يكون في ضيافتنا الدكتور احمد الشناوي، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية. دكتور احمد منورنا. بنور حضرتك. سعادة بلقاء حضرتك النهاردة. انا سعيد. استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، ايه التغذيه العلاجيه؟ الاول نحب نرحب بمشاهدين قناه الصحه والجمال والقائمين عليهم، وخصوصا المجهود الكبير اللي هم بيعملوه. بالنسبه للتغذيه العلاجيه، التغذيه العلاجيه هدفها انك انت ازاي تحافظ على صحه الانسان اللي قدامك، وخصوصا ان اللي بيجيلك مثلا وزنه زياده بيحاول ان هو ينزل وزنه، وفي ناس تانية بتجيلك، ممكن واحده تجيلك تقول لك انا جاي من عند دكتور النساء وزني زياده، هو طالب ان انا انزل عشان اقدر يحصل حمل، او واحد مثلا يكون عنده نسبه الوزن زايده في جسمه، فده بيعلي نسبه الكوليسترول، بيقلل من وظائف الكبد، فده بيحتاج ان هو ينزل وزنه عشان يحافظ على صحته. فهدف التغذيه العلاجيه انك انت تحاول تحافظ على صحه البني ادم اللي قدامك ده، وخصوصا ان التغذيه العلاجيه ما بتبقاش بس من ناحيه الاكل اللي هو بياكله، لا، ده احنا بيبقى نصها تغذيه ونصها ان هو احنا هنحاول ان هو يزود من النشاط بتاعه. علشان كده العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه. بالظبط. طب من اشهر الحاجات التغذيه طبعا اتكلمنا فيها كتير، في ما حدش عاجبه حاله، اللي وزنه قليل هو عايز وزنه يزيد، واللي وزنه زياده عايز وزنه يقل، لكن في مشكله الاثنين بيعانوا منها وهي مشكله عدم ثبات الوزن. يعني مثلا واحد وزنه 90 كيلو والمفروض الطبيعي بتاعه انه 75 كيلو، بذل مجهود وعمل رياضه وعمل دايت كويس والحمد لله وفقه وقدر بعد يعني معاناه انه يوصل يبقى وزنه 75 كيلو. تمام. المشكله بقى ان هي ال 75 دول يفضلوا، يعني افضل عند ال 75 دول، ما يزيدش مره ثانيه، ما يزيدوش مره ثانيه، او ما يقلوش مره ثانيه لو واحد حالتنا حاف. بالظبط، دي الشكوى المتكرره. هي المشكله دايما ان لو ما واحد بيفكر في ثبات الوزن بيفتكر ان ثبات الوزن دي مجرد مثلا ابره صينيه هيحطها في ودانه او هيحطها في بطنه فخلاص هو كده وزنه ثابت، او دواء مجرد ان هو هياخده فكده هيحافظ على وزنه. لا، هو لازم اي واحد بيجي يبتدي نظام رجيم، من بدايه نظام الرجيم اللي هو بيبتديه هو ده ثبات الوزن. ليه؟ لان الفكره انك انت بتغير نمط حياه الشخص ده، بتعمل تشينجنج لللايف ستايل بتاعه لفتره مؤقته ولا على طول؟ لا، ما هو اللي جاي لك ده مش قاعد معاك اسبوع ولا اسبوعين، اللي جاي ده مثلا بيبقى قاعد معاك شهر او شهرين، فانت بتاهله خلال الشهر او الشهرين دول ان هو ازاي يغير نمط الحياه بتاعته، ازاي ان هو يوقف العادات الغلط اللي هو ماشي عليها ويبتدي يتبع اسلوب صح في حياته الغذائيه. تمام. طب في ناس يعني بتقول نظام الرجيم اللي همشي عليه ده انا عايز انزل في الوزن، فانا همشي يعني بشكل غير طبيعي وهمشي على الموضوع يعني بحذافيره بالظبط، وهعمل ايه وهعمل ايه وهعمل ايه، مجرد ما بينتهي الكلام ده يقول لك بقى انا هبدا اكل كل حاجه بس ايه في المعقول مع نفسه. لا، هي وبالتالي بتبوق بالفشل في الاخر. لا، هي المشكله مش كده، المشكله ان حضرتك عارف ان دايما بتبقى في عادات غلط كلنا بنبقى ماشيين عليها، يعني هتلاقي اغلبنا ما بيعديش من حاجه من الحاجات اللي جايه ديت، ان هو مثلا ياخد محتوى وجبه غدا في ميعاد عشاء، او ان هو ياكل وينام، او ان هو مثلا ياخر وجبه العشاء، او ان هو مثلا بدل ما ياخد وجبه واحده بالليل لا ياخد 3 4 5 وجبات بالليل، او ان هو يشرب ميه وهو بياكل، او ان هو يشرب حاجه ساقعه، او حاجه تانية خالص، واحد مثلا بيفكر ان هو بعد ما هيوقف النظام الغذائي ياكل اللي هو عايزه بالكميات اللي هو عايزها. طب يعني انت متوقع انك انت هتاكل اللي انت عايزه بالكميات اللي انت عايزها مثلا واللي قاعد جنبك هو اللي هيتخن وانت هتفضل محافظ على وزنك؟ تمام. فهي الفكره، لا، انت من حقك انك انت تاكل كل اللي نفسك فيه بس بكميات محدده. بلاش انت مثلا حبيت انك انت تخرج يوم ومثلا واكلت مثلا خرجت في عزومه وكان فيها اكل وكان فيها حلويات وكده، طب انت اليوم ده بوظته، حاول انك انت تظبط 3 4 ايام بعده. هي الفكره في العادات السيئه الغلط اللي احنا ماشيين عليها. فلو انت اهلت الشخص من الاول ان هو يحافظ على نمط حياه او اسلوب حياه هو ماشي عليه من الاول، لما يرجع مرة تانية ونوقف الوزن مش هيرجع ان هو يزيد مرة تانية. يعني حضرتك تقصد زي ما حضرتك قلت في الاول ان انا بغير نمط الحياة واللايف ستايل بتاعه بحيث ان هو ده النظام اللي انت ماشي عليه. بالزبط. النظام الصحي اللي بيعود على صحتك على جسمك بالفايدة وفي نفس الوقت بيحقق ثبات الوزن. تمام. طيب في ناس لما بتسمع اسم الرجيم بتتخض، تقول لك حرمان بقى وقلة اكل وفي جوع، الكلام ده مازال لحد دلوقتي؟ بص، هو انت لما بتيجي تدي نظام غذائي لحد
ده الموضوع ده بمقسوم شقين. الشق الاولاني انك انت بتحاول تقنع الشخص بنظام الجيم ده، لان سهل جدا انك انت تدي ورقه للشخص ده ويقول لك حاضر ونعم وامشي عليها ويخرج بيها من العياده ولا يمشي عليها ولا حاجه ويرجع ياكل ويرجع لك مره تانية يقول لك ما انا مشيت على نظام الجيم ما نزلتش ليه. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه ان مش كل نظام الجيم يمشي مع كل الاشخاص. يعني واحده ليها جارتها او اختها ومشيت مع الدكتور وادالها نظام وجاب نتيجه معاها، ايه المنع لما هي تاخده؟ يمكن يجيب نتيجه معايا كمان. هو فعلا هيجيب نتيجه معاها في الاول. ليه؟ لان هي اخذت نظام غذائي معدل سعرات الحراريه اللي فيه اقل، فده برجل لها جسمها مره واحده فنزلت، بس مش معناه ان النظام اللي بعدها هيتماشى معاها. ده غير ان هي بتفضل محافظه على نظام واحد، فده يحصل لها ثبات في الوزن ما يقدرش حتى ان هي تنزل تحته، وده نوع تاني من ثبات الوزن. يعني انا ممكن بالعادات الخطا اللي انا بعملها ان انا بثبت وزني عند وضع معين ويبقى من الصعب بعد كده ان انا انزل تحتيه، لانك انت ماشي على نمط غذائي واحد ثابت. تمام. لا، انت لازم كل اسبوع بتحاول انك انت تدي نظام غذائي مختلف بيحافظ بيه على صحة الشخص اللي قدامك وفي كل العناصر الغذائية، بس نفس الوقت يقدر ان هو ينزل بيه وزن، فبحيث ان ما يحصلش ثبات الوزن. حضرتك عارف ان ثبات الوزن انواع، ممكن واحد ثبت عند وزن معين مش عارف ينزل تحتيه، ممكن واحد وصل عند وزن معين وبعد كده بدا ان هو يرجع ياكل مره تانية ويشوف ان وزنه زاد يحاول يراعي ضميره ويرجع للدكتور ينزل في الوزن ويفضل يكررها مره تانية، وده اللي احنا بنسميها اليويو. ما دي نقطه يعني في منتشر شائعه ما نعرفش مدى صحتها ايه في الموضوع ده. يقال ان الواحد لما بيجي في اول مره عايز ينزل وزنه فبتبقى في استجابه من الجسم رهيبه وبيبان عليه جدا، وكل اللي يشوفه بعد اسبوع او 10 ايام مثلا من بدايه الالتزام بالنظام ده، ايه ده انت خسيت ما شاء الله، لا عملت ايه، لا كويس، فبيبدا الوزن يرجع تاني يزيد مع الوقت، يجي يحاول مره تانية انه ينزل ما يعرفش يحقق اللي حققه في اول مره. الكلام ده ليه تفسير علمي ولا الكلام ده غلط؟ هو الفكرة ان واحد بياكل معدل سعرات حرارية عالية جدا وديت وما وفي نفس الوقت ما بيعملش المجهود الكفاية اللي يحرق معدل السعرات الحرارية ديت، فيجي مرة واحدة الدكتور يطلب منه طب احنا هنقلل معدل السعرات اللي انت بتاكلها دي، بدل ما انت قاعد تاخد من 4000 ل 5000 سعر حراري، لا السيدات بياخدوا حوالي 2000 سعر حراري في اليوم والرجالة بياخدوا حوالي 2500 سعر حراري في اليوم، فيلاقي معدل السعرات الحرارية اللي هو اخدها اقل. ومره واحده الدكتور بيطلب منه اي نشاط رياضي حتى لو ان هو مثلا يمشي نص ساعه في اليوم بحيث ان هو يحرق معدل السعرات الحراريه الزياده اللي هو بياخدها، فيلاقي وخصوصا ان اول اسبوعين تلاقي اول اسبوع الواحد بينزل مثلا من 4 6 كيلو ان جسمه بيتبرجل مره واحده، وتاني اسبوع من 2 ل 4 كيلو، وبعد كده بيبتدي ينزل من نص ل 2 وهو ده الصح. ده بعد كده لو نزل كيلو بيبقى حلو قوي يعني. المشكله في كده. ما انت حضرتك عارف ان الصح ان الواحد ينزل من 6 ل 8 كيلو في الشهر. ده المعدل الصح ان الواحد ينزل عليه. غلط انك انت تنزل كل اسبوع 4 و5 كيلو، ده هيدمر صحتك. تمام. لا، انا ممكن ان انا بدل ما انزل 20 كيلو في شهر، طب انا ممكن انزلهم على شهرين وفي نفس الوقت احافظ على صحتي. طب هو المده اللي حضرتك بتتكلم فيها دي ان انا انزل زياده او انزل اقل، يعني واحد نزل 5 كيلو واحد نزل 10 كيلو في شهر، هل بيبقى اكثر عرضه للرجوع او لعدم ثبات الوزن اللي نزل كتير مره واحده ده ولا مش فارقه؟ لا، هي الفكرة في حاجة واحدة، الفكرة انك انت لما بتاخد الشخص وبتبتدي معاه بتقول له انا فعليا بعالجك، والعلاج ده بيبقى لونج تيرم، بياخد وقت مدى طويل، ماشي، مش هياخد معايا اسبوع ولا هياخد معايا اسبوعين، لا ده انت معايا قاعد مثلا سي من شهرين لثلاث شهور. ما تستعجلش نزول الوزن، استعجل انك انت تحافظ على صحتك، استعجل انك انت لما الوزن اللي تنزلته ده نزلته تحافظ عليه ما تزيدوش مره تانية. طيب ندخل بقى في لب الموضوع. انا حافظ عليه ازاي؟ ازاي انا وصلت للوزن اللي انا عايزه واثبت عنده؟ تمام. هو في عادات معينه الواحد بيحاول ان هو يحافظ عليها. يعني ايه المشكله انك انت توزن نفسك مره كل اسبوع؟ لما توزن نفسك مره كل اسبوع هتلاقي نفسك لا ده نزلت الاسبوع ده احاول احافظ الاسبوع اللي بعده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا لو لخبطت يوم او يومين في الاسبوع، ما انت من حقك انك انت تلخبط او يومين في الاسبوع. هو مش عايزين نقول من حقك عشان احنا الدنيا بتفتح معانا قوي يعني. هو ما هو لما هيطلع على الميزان ويلاقي وزنه زياده هيبتدي ان هو يعادل الوزن اللي صلح اللي انت بوظته بالظبط كده، فيبتدي ان هو ياخد 3 او 4 ايام يبتدي يقلل معدل السعرات الحراريه اللي هو ماشي عليها.
دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة ان هو يثبت مواعيد ومحتوى الوجبات. يعني انا عندي فطار مثلا من 7 ل 11، عندي غدا من 2 ل 5، عندي وجبة عشاء من 7 ل 9. طب انا ما قدرتش ان انا اخد وجبة الغدا علشان انا مثلا بوصل شغلي مثلا الساعة 6 7 بالليل، ماشي بدل وجبة الغدا مع وجبة العشاء، بس اعمل حسابك انك انت بعد وجبة الغدا اللي انت واخدها متأخر مثلا الساعة 7 8، اصبر ساعة ساعتين وبعد كده انزل حاول انك انت تتمشى مثلا نص ساعة وارجع البيت مرة تانية. دي تدي فرصة انك انت حرقت السعرات الحرارية الزيادة اللي انت خدتها في وقت متأخر. هو ثبات مواعيد الوجبات ليه علاقة بثبات الوزن؟ ما هو حضرتك عارف ان الجسم عامل زي المصنع، بيحرق الصبح وبيخزن بالليل، فما ينفعش ان انا ادي كميه معدل سعرات حراريه عاليه بالليل واقول دي هتتحرق، وخصوصا ان من ضمن العادات الغلط انك انت تاكل وتنام، فلازم تعمل حسابك انك انت لما تاكل تدي مثلا ساعه او ساعتين وبعد كده تنام، ما تشربش وانت بتاكل لان الحاجات دي بتعمل كرش. تمام، تحاول انك انت مثلا تاخد كوبايه ميه دافيه على الريق، دي بتحاول ان هي تنظم عمليه الهضم وتنظف المعده. تحاول انك انت تشرب المشروبات اللي احنا بنسميها المشروبات الحارقه زي القرفه والجنزبيل، دي بترفع لك معدل الحرق بتاعك. لو جعت ما بين الوجبات حاول ان انت تاخد الحاجات اللي هي معدل السعرات الحراريه اللي فيها تبقى قليله، زي الفاكهه تفاح برتقال جوافه كمثرى، زي سلطه الخيار والخس، وخصوصا ان هو سليلوز ما فيهوش معدل سعرات حراريه او فيه معدل بسيط من السعرات الحراريه. علب الزبادي لايت، فيبقى في نفس الوقت انا ممكن اسد جوعي في نفس الوقت ان انا ما زدتش في الوزن. الحاجات دي انا شايف يعني هو كلام في ان جنرال، يعني كلام مش محدد او حاجه صعبه، هنتكلم يعني كل حاجه، بس ظبط وقتك وقسم وجباتك بالظبط كده، يعني مش حاجه صعبه. طيب اهميه بقى ممارسه الرياضه، ويعني ايه رياضه؟ اهميه ممارسه يعني الرياضة. لازم اروح الجيم بقى وارفع حديد ولا ممكن امشي بس كفايه وخلاص؟ لا، هي الفكره في حاجه، الفكره انك انت بتشوف طبيعه كل بني ادم، ايه هي نوع الرياضه اللي انا هخليك انك انت تبتدي معايا من الاول فيها وتحافظ عليها بعد ما توقف معايا. يعني نقدر نقول ينطبق عليها قليل دائم خير من كثير منقطع. بالظبط كده، يعني انت مثلا ايه، انت اوريدي بتحافظ انك انت بتروح الجيم، طب ده شيء جميل. ما بتقدرش تروح الجيم مثلا 5 ايام، بتروح 3 ايام، برضو ده شيء جميل. عندك تريدميل في البيت، ما في البيت برضو ده شيء كويس جدا. ما بتقدرش تعمل كل الحاجات دي وبتمشي نص ساعه في اليوم، ده كويس جدا. لان المشكله اللي بيحصل ايه، اللي جاي لها علشان يخس ما بيعملش اي مجهود خالص وبياكل اكل كتير، فده بيرفع معدل السعرات الحراريه فيزود وزنه، فاللي خارج مش قد اللي داخل. بالظبط كده. يجي بعد كده هو يمشي معايا في نظام الجيم، بيقلل السعرات الحراريه ويبتدي يرفع معدل الحرق بتاعه. تمام، يجي يسيبني مره تانية يروح عاكس المره تانية، يقلل مجهوده ويرفع يرجع يزيد مره تانية في الوزن. طب ما انا اثبت نوع نشاط يقدر ان هو يثبت عليه حد بعد ما يوقف معايا، ان شاء الله يمشي نص ساعه في اليوم 3 ايام في الاسبوع، انا مش عايز اكتر من كده. يعني انت عامل اي حاجه من دول بس مقوم واظب عليها. واظب عليها علشان تواظب انك انت ترفع معدل الحرق بتاعك. طب وهي النص ساعه دي كفيله فعلا ان هي تفوق الجسم وتخليه معدل الحرق بيفرق معاها نص ساعه دي؟ ما هي لو هو حافظ عليها ومارسها باستمرار 3 ايام في الاسبوع 12 يوم في الشهر، دي في حد ذاتها هترفع له معدل الحرق افضل ما كلنا بناخد العربيه بتاعتنا ولا ناخد المواصلات بتاعتنا لحد الشغل، نفضل قاعدين في على المكتب بتاعنا، نقوم ناخد المواصله والعربيه ونرجع لحد البيت ناكل وننام. فمين فيهم افضل؟ هو معظمنا بيعمل كده للاسف. كده. لكن هو المفروض ان انا واظب على حاجه ان شاء الله نص ساعه زي ما حضرتك بتقول كده. بالظبط، بشكل متواصل. تمام. طب حضرتك ذكرت بقى موضوع الميه والمشروبات والكلام ده، هل في مشروبات يفضل تناولها مثلا فتره الصباح بتعلي من معدل الحرق مثلا؟ في مشروبات ما ينفعش لا يفضل ان انا بلاش منها بالليل؟ ايه اللي نعمله عشان برضو نحافظ تحت اطار ان حضرتك بتتكلم في ان انا بغير نظام حياتي بشكل عام بغض النظر بقى انا عايز اتخن عايز ازيد، لا انا كده ده اسلوب صحي لحياتي. تمام، دلوقتي حضرتك اتكلمت ان انا عندي ميه وعندي مشروبات. تمام، دلوقتي انا بحاول ان انا انصح الشخص اللي جاي لي انك انت عندك من 2 ل 4 لتر ميه بتشربهم كل يوم، والميه اللي انت بتشربها دي ما تشربهاش وانت بتاكل، قبل او بعد الاكل من ربع نص ساعه عشان ما تعملكش تخمه وانتفاخ. تمام، وفي نفس الوقت الميه ديت يعني بتديك احساس بالشبع وتقلل نسبه الاملاح اللي موجوده معاك في الجسم. تمام، فدي في حد ذاتها هتنزلك وزنك، ما هو الوزن اللي زايد ده يا زايد نسبه دهون يا زايد نسبه ميه.
فلما يبتدي ان هو يشرب ميه كفايه دي هتنزل له نسبه املاح اللي في جسمه وهتدي له احساس بالشبع، وفي نفس الوقت هيقدر يشرب من 2 ل 4 لتر ميه في اليوم. ما انت ما بتحبش شرب الميه مفيش مشاكل، حاول انك انت تاخدها تدريجية، تجيب مثلا ازازه صغيره وتشوف مقياسها قد ايه، وبعد كده انك انت تبتدي تزودها تدريجيا. اما بالنسبه للمشروبات فانت معاك حوالي من ممكن اقول من 3 ل 5 مشروبات في اليوم، بس حاول تخليهم في الفترة الصباحية اكتر. يعني انت مثلا ممكن اقول من 2 ل 4 مشروبات مثلا لحد الساعة 5، ومشروب مثلا من الساعة 5 للساعة 9. ولو انت عايز سكريات فانت معاك مثلا لنقول 3 معالق سكر، ممكن لحد 5 معالق سكر كمان. 5 معالق سكر في اليوم؟ في اليوم. ولو انت عايز تستبدلهم بعسل فمعلقة العسل بمعلقتين سكر. طب مش كتير 5 معالق سكر في اليوم؟ ما انت لو انت هتمشي وهتعمل مجهود هتحرق اللي انت اكلته. الفكره انك انت ما تحرمش شخص من اللي هو بياخده. يعني واحد بيقول لك انا بشرب 6 معالق سكر في كوبايه واحده وبشرب 6 كوبايات في اليوم، ده بينتحر. تمام. ده هتعمل معاه ايه؟ ده تحاول انك انت تقلله المشروبات تدريجيا. حاول انك انت بدل 6 معالق 5 لحد ما يبقوا معلقتين سكر. حاول بدل ما انت بتشرب 6 كوبايات 5 لحد ما توصل ل 3 او 4 مشروبات في اليوم. تمام. طب انا بالنسبه للمشروبات الحارقه فحضرتك عندك مثلا زي القرفه والجنزبيل، دول بيعلوا معدل الحرق. الليمون برضو ده بيساعد على نزول الوزن وبالذات من منطقه الخصر. لا ثواني بقى، عشان دي نقطه فيها اسئله كتير. يعني مشروب بعينه، او هل في نظام غذائي بعينه ممكن يقلل منطقه معينه في الجسم؟ بص حضرتك، هو ان يبقى في نظام بعينه يقلل منطقه معينه في الجسم ده صعب. انت بتحاول تساعد. يعني في ناس مثلا بتشرب مثلا مشروب بيبقى عباره عن قرفه وجنزبيل وكمون وليمون، تمام، وشاي اخضر. الشاي الاخضر ده مثلا بيبقى مضاد للاكسده، وبقيه الحاجات دي بتساعد على رفع معدل الحرق ونزول الوزن وبالذات من منطقه الخصر. حضرتك عارف ان دايما الرجاله بتاخد شكل الابل شيب، شكل التفاحه، والفيميل دايما بتاخد شكل البير شيب اللي هو شكل الكمثرى. تمام. الفكره في حاجه واحده، ان انت لما بتيجي تنزل الشخص ده بيوصل لمرحله مثلا طب انا لسه مليان من فوق، انا لسه مليان من تحت. فانت بقى ساعتها بتحاول انك انت يا اما مثلا بتحاول تخليه يلعب رياضه فيزود الجزء الرفيع اللي عنده بحيث ان هو يبقى شكله مناسق لبعضه، او انك انت بتحاول انك انت تعمل له حاجات موضعيه زي مثلا الكافيتيشن، زي الميزوثيرابي، زي الكرايوثيرابي اللي هو العلاج التخسيس بالتدريج. بس الكلام ده بعد ما يكون جاب اخره في الرجيم الاول، ولا ممكن واحد لا هو مستثقل ان هو انا لسه هعمل رجيم واقعد امشي والدكتور يقعد اروح لكل اسبوع واستنى دوري؟ لا ده لو في اجهزه انا اروح واعمل بالاجهزه دي وتحل الموضوع. الكلام ده حقيقي؟ غلط انك انت انك انت تبتدي باجهزه من الاول، لان انت في الحاله دي انت فعلا ما بتخسسوش، انت كده بتبتزه ماديا. تمام. طب كويس والله، انا سعيد بجمله دي، لان الفتره اللي فاتت انتشرت يعني حاجات كتير جدا، و حلمك للنحافة وتقل كام سنتي في جلسة واحدة في ساعتين، فعلا ابتزاز مادي. ما هو فعلا بيبقى فكرة ابتزاز مادي. الفكرة فيه، الفكرة انك انت فعليا بتفضل تنزل الشخص ده لحد وزن معين اللي هو الوزن المثالي بالنسبة له، وبعد كده بتشوف المكان اللي هو مثلا عنده ديفو او العيب فيه وتبتدي انك انت تشتغل موضع معاه. الا في حاله حاجه واحده، مثلا لو بني ادم بدا ان هو يكسل، شايف ان هو ما بينزلش جامد، فممكن انك انت تختار له حاجه واحده يبتدي ان هو جهاز يشتغل عليه كنوع من انواع العمليه التشجيعيه، ويبقى مساعد. يعني انت شايف امله، انت شايف بطنك بدات تنزل ازاي، في ترهلات بدات ان هي تشد، فيبتدي ان هو يساعدك. بس انا برضو بفضل لا، اوصل لوزنك المثالي وبعد كده ابتدي انك انت تدور على حاجه موضعيه. وخصوصا ان في نقطه تانية مهمه جدا، اللي بيبتدي ان هو ينزل وزنه ما بيدورش غير على ان هو ينزل اكبر قدر من الوزن. طب ما هو اكبر قدر من الوزن انت فاكر ان انت بتنزله دهون بس؟ طب ما انت بتنزله من الدهون بتاعتك ومن العضلات بتاعتك. تمام. لا، انت تحاول تاخد العناصر الغذائيه الكامله بتاعتك وتحاول تعمل النشاط الرياضي بتاعك اللي انت بتعمله بحيث انت بتنزل دهون، بتنزل املاح، بس محافظ على الكتله العضليه بتاعتك وفي شكل متوازن. بالظبط، علشان ما يجيش بعد كده انت خليته ضعيف جدا مش قادر يعمل مجهود لان هو قاعد ينزل في دهون وعضلات وما بيقدرش بعد كده ان هو يعمل مجهود. يرجع ياكل مره تانية يزيد. طب هو في طبعا عادات كتير وشائعات كتير فيما يخص موضوع زياده الوزن ونقصان الوزن. يمكن من اكتر الحاجات دي في ناس تقول انا مش هفطر الصبح، ليه انا هبذل مجهود الصبح فانا كده مش هفطر
فالمجهود اللي بذله ده يحرق من الدهون اللي متخزنه في الجسم، ويرجع بالليل ياخد وجبه كبيره فيدخن، او ما ياكلش خالص لحد بيجيله جفاف ويدخل في سوء تغذيه. فوجبه الفطار دي مهمه لسواء اللي عايز يخس، اللي عايز يدخل، اللي عايز يحافظ على وزنه، ولا لا نستغنى كلامهم حقيقي يعني يقول لك ما يحرق من اللي في جسمي مش هديله اكل الصبح. على فكره انا بالنسبه لي الثلاث وجبات اساسيين، وجبه الفطار دي وجبه اساسيه جدا، وجبه الغداء مهمه، وجبه العشاء مهمه. المشكله ان بتبقى في حاجه من حاجتين، يا اما تلاقي واحد ما بيفطرش خالص تمام، وده بيخليه عمال ما يكون وصل لوجبه الغداء ياكل كميه كبيره من الاكل عشان يعوض فده غلط، او ان واحد يجي يفطر الصبح يفطر برغيفين وثلاثه والحاجات اللي معاه، يقول لك ما انا بقعد عليها فتره طويله، ما انا بقعد عليها فتره طويله، فالاثنين غلط. طب ايه المشكله لما تيجي مثلا الصبح تاخد مثلا نص رغيف بلدي او رغيف سن او اتنين توست مثلا، ومعاهم مثلا اي حاجه تانية مثلا قطع جبنه ليله الدسم، علب مثلا بضايه، يبقى انت كده بتدي جسمك الكميه الكافيه من العناصر الغذائيه اللي تقدر ان هي تديك طاقه تقدر تكمل بيها اليوم بتاعك لحد ما توصل لوجبه. طب انا ما اديتلوش ده الصبح، فعلا جسمي هيحرق من مخزون الدهون اللي في جسمي؟ هو فعلا هيحرق من مخزون الدهون اللي في جسمك، بس انت ما تنساش ان هو هيجي برضه مره تانية وياخد معدل سعرات حراريه عاليه بالليل تمام، او هيرجع يجوع مره تانية، فانت لخبطت حتى الجسم مش عارف هو ياكل امتى وما ياكلش امتى وبياكل كتير امتى. طب انا ثبت ثلاث وجبات بمحتواهم بمواعيدهم، ولو هو جاع ما بين الوجبات مفيش مشاكل ان هو ياكل سناك، بدل ما انت بتوقف وجبه وتزود وجبه تانية في ميعاد غلط. طيب بمناسبه بقى الوجبه الخفيفه اللي في النص دي، طب انا التزمت وان في ثلاث وجبات وفطرت الصبح تمام، المفروض ميعاد الغداء الساعه 4 او الساعه 5، على الساعه 12 خلاص بقى مش قادر، اكل ايه؟ ممكن ان هو زي ما قلت لحضرتك ان هو ياكل اي حاجه يكون فيها معدل السعرات الحراريه عاليه، سوري قليله، زي تفاح، زي الجوافه، زي الكمثرى، او ان هو مثلا ياكل زي الخيار، زي الخس، زي الجزر، او ان هو ياكل مثلا زبادي لايت، الحاجات دي هيكون معدل السعرات الحراريه فيها قليله، وفي نفس الوقت هتسد له الجوع بتاعه. ولو هو حاول ان هو يشرب ميه قبل الوجبه دي برضه هسد له الجوع بتاعه. بتقفل يعني بتسد النفس قبل؟ بتسد النفس لانها بتدي احساس بامتلاء المعده. بتدي الامتلاء المعده. طيب من ضمن الحاجات اللي كله بقى عارف، في مثلا عندنا بيقول اسال مجرب وما تسالش طبيب يعني. فلو يا واحد صاحبي مثلا ظبط وزنه والدنيا مشيت معاه تمام، انا مش هروح للدكتور. قول لي بقى، تعالى بقى عملت ايه؟ احكي لي. بيقول له ما فيش، انا باكل كل حاجه عادي بس ما بلخبطش، ما باكلش رز مع مكرونه، ما باكلش عيش مع رز. وتلاقي في شويه نصايح كده احنا مش عارفين مدى صحتها، هل الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط؟ هي الفكره في حاجتين. الفكره في اول حاجه، انت لما بتيجي تخسس واحد وتوصله الوزن المثالي، انت بتطلب منه ان هو يرجع يتابع معاك مره تانية، ان شاء الله مره كل شهر، مره كل شهرين، مره كل 3 شهور، بحيث ان هو لما يرجع يزيد في وزنه مره تانية كيلو ولا 2 كيلو تحاول ان انت تنزلهم مره تانية. فاللي بيمشي لوحده على نظام رجيم بينزل بينزل وزن، بينزل 4 كيلو، بينزل 5 كيلو، بس ما بيقدرش يوصل لوزنه المثالي، لان هو مش عارف ايه هو النظام الرجيم اللي جسمه محتاجه دلوقتي ويمده بالعناصر الغذائيه وفي نفس الوقت ينزل له وزنه. يعني لازم تغيير، تغيير في محتوى النظام الغذائي اللي هو بياخده. تمام، لان على فكره من ضمن الحاجات المهمه ان في بعض الناس بيثبتوا وجبه الفطار، انا باكل قطع كيك مع مثلا شاي، باكل قطع كيك مع شاي، باكل قطع كيك مع شاي كل يوم، ده غلط. تمام، انت لما بتغير في محتوى الوجبه بتاعتك في الفطار ده بيساعد جسمك انك انت تنزل. امال هو فايده اليوم الفري ايه؟ فايده اليوم الفري نفسيا للشخص ان هو يرجع ياكل اللي هو نفسه فيه، بس انت برضو بتبرجل الجسم مره تانية علشان تقدر لما تيجي تديله نظام تاني مختلف فيروح نزل. تمام. طيب دكتور احمد، احنا للاسف وقت حلقتنا قرب على الانتهاء. تمام. عايزين نصيحه مجانيه من الدكتور احمد، نحافظ على صحتنا ازاي؟ ازاي نحافظ ان وزننا ولا يزيد ولا يقل؟ اهميه الرياضه ايه في الموضوع ده؟ شويه نصايح كده نعمل بيها نحمي نفسنا من الاضطرابات اللي شويه زياده في الوزن وشويه نقصان في الوزن.
ما فيش مشاكل. اول حاجه مهم جامد جدا انك انت تتابع مع دكتور حتى لما توصل لثبات الوزن، انك انت تتابع مره كل شهر، مره كل شهرين، كل مره كل 3 شهور، لان هو دايما هيهتم بالصحه الغذائيه بتاعتك، لان هو دايما لما بيروح لدكتور بيشوف نسبه الدهون ونسبه العضلات قد ايه، فيقدر يحافظ على الكتله الجسميه بتاعته متناسقه مع بعضها. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو ينظم مواعيد الوجبات، يحاول ان هو يوزن نفسه مره كل اسبوع، يحاول ان هو يشرب من 2 ل 4 لتر ميه في اليوم، يحاول ان هو يقلل حجم وجبه العشاء تمام، وان هو يحاول يبدرها على قد ما يقدر. لو جاع ما بين الوجبات يحاول ان هو ياكل الحاجات اللي هي تكون معدل السعرات الحراريه فيها قليله، يقلل نسبه الملح اللي بياخدها، يعني انت عندك كفايه معلقتين في اليوم ملح. برضو من ضمن النصائح اللي احنا ممكن نديها لهم انك انت تحافظ على النشاط الرياضي بتاعك. شوف ايه هي الرياضه اللي انت تقدر تحافظ عليها وتقدر تكمل عليها علشان تفضل رافع معدل السعرات الحراريه العاليه بتاعتك. تمام تمام. طيب ما مشيش ورا كلام حد تاني؟ هتمشي ورا كلام حد تاني هتنزل لك 3 4 كيلو هترجع تزودهم مره تانيه. انما لو انت مع اتبعت مع دكتور اخصائي تغذيه هتقدر انك انت تنزل في الوزن وانت محافظ على صحتك وما ترجعش تزودهم مره تانيه. طب والشاي والقهوه بقى والنسكافيه والحاجات دي هل ليها علاقه بزياده الوزن او نقصان الوزن؟ هي الفكره مش في الشاي والقهوه والنسكافيه وكده، انت من حقك انك انت تشرب المشروبات اللي انت عايزها، بس عدد المشروبات، نسبه السكر اللي جوه المشروبات ديت، دي بتبقى عامل مهم جدا. برضو من ضمن الحاجات انك انت ما تحاولش تاكل وتنام. تمام. السبب الرئيسي للكرش. السبب الرئيسي للكرش. انما الفكره في المشروبات نفسها، يعني الشاي والقهوه والنسكافيه انا اشرب براحتي في اي وقت. انت عندك 3 ل 5 مشروبات في اليوم، اشرب اللي انت نفسك انك انت تشربه فيه، بس حاول انك انت، مش معنى انك انت تشرب اللي انت عايز تشربه فيه تروح للحاجه الساعة. تمام. نفسك في حاجه ساعة ما فيش معنى انك انت تاخدها من مره لمرتين في الاسبوع. انما ما يبقاش انت، انا بقول لك تشرب من 3 ل 5 مشروبات في اليوم، فانت بتشرب من 3 ل 5 ازازة حاجة ساعة في اليوم. ليه ما تحاولش انك انت تروح لحاجة صحية، مثلا عصير فريش. تمام. عصير معمول في البيت بالظبط كده. تمام. او ان هي مثلا شاي اخضر او المشروبات الحارة زي ما احنا قلنا، قرفة او جنزبيل او كده. كل النصائح اللي حضرتك قلتها يا دكتور احمد نصائح عظيمة. النصائح دي لو احنا مشينا عليها بغض النظر بقى عن ان هي تزود في الوزن ولا تقلل في الوزن، دي بتمد جسمنا باحتياجاته، بتحافظ على صحه جسمنا، محافظ ان وزني كويس، ان حركتي كويسه، ده الهدف الرئيسي في تغيير نمط الحياه. ودي فكره اي رجيم. فكره اي رجيم انك انت بتشوف كل شخص محتاج معدل سعرات حراريه قد ايه، وبتبتدي انك انت تديله معدل سعرات الحراريه دي، وممكن تحاول انك انت تقللها تدريجيا، مثلا ممكن توصل لغايه 1400 1600 سعر حراري، بحيث انك انت وبس في نفس الوقت يقسمهم على الثلاث وجبات ويخلي كل العناصر الغذائيه موجوده. لازم يكون فيها بروتين، لازم يكون فيها كربوهيدرات، لازم يكون فيها فيتامينز ومينرالز في خلال الفاكهه، لازم يكون فيها الياف عشان تمنع الامساك. وبالطريقه دي هيقدر يحافظ على صحته ونعلم من جهاز المناعه ونحمي نفسنا من الاصابه بامراض كتير. بالظبط كده. دكتور احمد احنا سعدنا باللقاء مع حضرتك، الحوار اكثر من ممتع. انا اسعد بوجودي معاك. هو وقت حلقتنا خلص للاسف، فاحنا على وعد برضه ان شاء الله نستكمله في حلقات ثانيه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. سعدنا بلقائك دكتور احمد. احنا في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور احمد الشناوي استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه، نورتنا يا دكتور. بنورك. نشكر الساده المشاهدين ونتمنى ان احنا نعمل بنصايح الدكتور احمد اللي قالها لنا عشان نحافظ على جسمنا ونحافظ على وزننا. وعلى وعد بلقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج طبيب على الهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da 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 da